الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث التاسع من الأربعين النووية، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ الإمام مسلم، وأما اللفظ المتفق عليه من حديث أبي هريرة فهو ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو اللفظ المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث له مناسبة جاءت في إحدى الروايات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت في كل عام لوجبت ولما استطعت. ثم ذكر الحديث. فهذا الحديث مناسبته سؤال هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وهذا الحديث مشتمل على بيان ما أمرت به الأمة وما نهيت عنه، وأن الأمور بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام: إما مأمور به، وإما منهي عنه، وإما مسكوت عنه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الأمة في كل أمر، فما أمرت به الأمة وجب عليها أن تؤدي منه ما استطاعت، وما نهيت عنه وجب عليها أن تنتهي، وما سكت عنه فليس لهم أن يتكلفوا ويسألوا عنه. وهذا منهج في بيان ما ينبغي للمسلم أن يطلبه من العلم، أنه يسأل ويجتهد فيما أمر به أو فيما نهي عنه. وأما التكلف والسؤال عما سكت عنه والتكلف في هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب هلاك الأمم قبلنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، وفي بعض الروايات: دعوني ما تركتكم. ومعنى هذا أي دعوا ما تركته لكم، ودعوني من هذه الأسئلة، واتركوا هذه الأسئلة التي فيها التنقيب عما سكت عنه، فإنما سكت عنه رحمة لهذه الأمة، فلا ينبغي التنقيب عنه. دعوني ما تركتكم، أي ما تركته لكم من غير بيان لحله أو تحريمه أو للأمر به أو النهي عنه، فالأصل فيه الإباحة. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في باب العبادات، أن الأصل في العبادات التوقيف، فكل ما لم يشرع في العبادات فهو من البدع. والأصل في المعاملات الإباحة، فكل ما لم ينهى عنه في المعاملات فهو مباح مسكوت عنه رحمة بهذه الأمة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة لما نهى عنه من كثرة السؤال والتنقيب. قال: فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم
واختلافهم على أنبيائهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هلك من كان قبلكم قال العلماء هم اليهود والنصارى، وكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا أو أهل الكتاب أو الأمم الماضية، ويعني بذلك اليهود والنصارى، كما جاء في بعض الروايات أنه قال اختلف الناس قبلكم على كذا، فقيل اليهود والنصارى قال فمن الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا فيه النهي عن كثرة الأسئلة وكثرة الاختلاف والتنقيب عما جاء عن الأنبياء والرسل. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأسئلة التي لا ترجع إلى طلب العلم الشرعي، وإلا في المسألة فيها تفصيل. فمن كان سؤاله عما ينفع وعما أوجب الله عز وجل عليه فإنه لم يكره له السؤال. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله وأجاب، وجاءه من يسأله عن الوصية قال أوصني يا رسول الله فأوصاه، وكان يبادر أصحابه بالنصيحة أحيانا ويجيبهم أحيانا. وهذه الأسئلة ليست مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ومما نهيت الأمة عنه، وإنما نهيت عن كثرة الأسئلة في غير ما شرع لهم أن يسألوا عنه. قد ذكر العلماء عدة صور لهذه الأسئلة المحرمة المنهي عنها، وقد دلت على بعض هذه الصور بعض النصوص. فمن الأسئلة المكروهة المنهي عنها هو السؤال عن شيء لم يوجب على الأمة والتنقيب عنه، وهذا كالسؤال الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه عندما بين للأمة أن الله افترض عليهم الحج قال رجل أفي كل عام، فمقتضى الخطاب هنا أنه إذا أمروا به أنهم يفعلوا، أنهم إذا فعلوا ذلك مرة قد تحقق هذا الأمر الواجب الذي أمر به. وهذا السؤال فيه تكلف وهو من الأسئلة المكروهة، وقد جاء في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين جرما من المسلمين من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. وذلك أن الشيء قد يسأل عنه فيكون مباح ثم بعد ذلك يكون محرما بمسألته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت. وهذا أمر معلوم في الحج، إن بعض الناس الآن يعجز أن يحج في العمر مرة، ونرى من بعض أهل الأمصار البعيدة من يجمع الأموال الطائلة سنين طويلة ثم يأتي للحج ولربما وجد مشقة، فكيف لو وجب الحج على الأمة جميعا وكان حج البيت هو واجب على كل مسلم؟ فإنه لا شك أن سيلحق الأمة بذلك ضررا ومشقة عظيمة. ومن رحمة الله عز وجل أن أوجب الحج في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع السبيل وهو الزاد والراحلة والنفقة التي تبلغه الحج ويرجع إلى أهله من غير ضرر ولا مشقة. فمن هذه الأسئلة المحرمة كثرة الأسئلة عن الدين الذي عن المسائل التي لم تحرم فتحرم على الناس من أجل مسألته. وهذا الأمر بعض أهل العلم يرى أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في السؤال. والصحيح أن المنع باقيا، أن المنع باقي ولا يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الإمام الحافظ ابن رجب. وهذا كما أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل للمفتي الآن إذا سئل مثل الأسئلة التي تحصل من بعض المتكلفين، المنع باقيا، أن المنع باقي ولا يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الإمام الحافظ ابن رجب. وهذا كما أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل للمفتي الآن إذا سئل مثل الأسئلة التي تحصل من بعض المتكلفين كالذين يسألون عن بيع بعض الأمور المباحة. وفي الفترة الأخيرة أصبحت كثير من الأسئلة تأتي
من بعض المسلمين يسألون عن بيع بعض الأمور المباحة، حتى أن من بعض الأسئلة التي يعني سمعتها وسئلت عنها حكم بيع الثياب للرجال، حكم بيع أحذية النساء، حكم بيع النظارة للنساء، حكم بيع الفواكه، حكم بيع العسل، كل هذه سئلنا عنها. فكل واحد منهم يعلل بشيء. أحدهم سأل عن بيع العسل، قلت ما هي الشبهة في تحريم العسل؟ قال لي أنه غالي الثمن، لأنه غالي الثمن. والذين يسألون عن بعض الأمور المباحة يقولون قد تستخدم في المحرم، وكنت أجبت بعضهم أن الشيء إذا كانت الأصل فيه الإباحة أنه لا يسأل عنه إلا إذا عرف أو عرف البائع أنه يستعان به على محرم. فأذكر أن أحدهم قال نعم أنا أعرف أن بعضهم يستعين به على محرم، فقلت له إذن لا يجوز لك بيع هذه الأمور. إذن هذا الإجابة لا يسع المفتي إذا ما سئل هذا السؤال إلا أن يجيب هذه الإجابة. يعني شخص يقول أنا أبيع المباح وأعلم أن الناس يستعينون به على المحرم، فلا يسع المفتي في هذه الحال إلا أن يقول أنه لا يجوز لك أن تبيع هذه الأمور لما تعلم، ثم قد يطرد هذه المسألة ويفتي غيره بسبب يعني جرأته على هذا، فهذا خطأ. فالأصل في الأشياء الإباحة وما لم يتيقن المسلم أنه يستعان بها على محرم فإنه ليس له أن ينقب ولا أن يسأل، وكذلك إذا سأل فليس له أن يقطع لأن الناس يشترون هذه الأمور ويستعينون بها على محرم. من الأسئلة المكروهة السؤال عن المسائل التي لا يمكن أن يتوصل إلى إجابة فيها، إما أن تكون من أمور الغيب وإما أن تكون من الأمور التي لم نخاطب بها في شرعنا. مثال ذلك السؤال عن قيام الساعة، متى تقوم الساعة، فإن هذا السؤال لا يجوز. وأما سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فإنما هو سؤال تعليم للأمة، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكان في هذا درس للأمة أنه لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمان الساعة، فمن باب أولى أن غير هذين الرسولين جبريل وهو الرسول الملكي ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول من الإنس هذه الأمة أنهما لا يعلمان قيام الساعة، فلا يسأل بعد ذلك أحد عن قيام الساعة. من هذه الأسئلة المحرمة الأسئلة عن الكيفية في باب الصفات، فإن هذه من الأسئلة المحرمة المنهي عنها. ومن ذلك ما حصل للإمام مالك أن رجلا سأله عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال له ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. فهذه من الأسئلة المتكلفة لأن كيفية الصفات لم نخاطب بها ولا نعلمها، ولهذا قال الإمام مالك والكيف مجهول، يعني في علمنا لا نعلم ذلك. كذلك من الأسئلة المحرمة السؤال عن تنطع وتكلف، لا يراد بذلك العلم وإنما يراد بذلك المجادلة والمغالطة، كما حصل من صديق بن عسل عندما سأل عمر عن بعض آيات من القرآن قال والذاريات ذروة، فسأله عن معاني هذه الآيات فأدبه عمر رضي الله عنه لأنه فهم منه أنه إنما يريد الجدل ويريد المجادلة بالباطل، فأدبه على ذلك وجلده مرارا حتى تاب. ومن هذه الأسئلة ما يوقع على بعض أهل العلم بقصد تناقصه وإظهار للناس أنهم لا يعلمون بعض هذه المسائل، فإن بعض الناس يأتي ويحضر لمسألة من أجل أن يغالط بها ومن أجل أن يظهر للناس علمه أو أن يظهر للناس أن من يسأله لا يستطيع الإجابة، وهذه من أعظم الأدواء التي يعني تكون في النفوس من بعض المتعلمين، وهي من أعظم الأمراض. ومما ينقل عن أحد الأئمة أن رجلا جاءه يسأله عن مسألة فقال لا أعلم، فقال له أخطأت، قال له أخطأت، فتعجب الناس منه، قال إن هذا رجل جاءني يسألني ليخطئني، فقلت له لا أعلم، فهو يغمر في نفسه التخطئة فبادر إليها،
مع أني أجبته بأني لا أعلم. فهذا يحصل من بعض هؤلاء الذين في نفوسهم مرض أنهم يأتون ويسألون عن الأغاليط، عن المسائل الدقيقة، أو عن مسألة يريد بها أن يظهر ما عنده وأن يتنقص غيره. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الأغاليط، يعني من أجل تخطئة العلماء ومن أجل تنقصهم عند الناس. ومعلوم أن العلم لم يجمع لأحد، وما من رجل إلا ويعلم وتخفى عليه بعض المسائل، وأهل العلم يدركون هذا من أنفسهم يدركون هذا من أنفسهم، وهم يتواضعون للعلم ويقولون لما لا يعلمونه لا نعلم. لكن هذه النية الفاسدة من ذلك المتعلم مما ينهى عنه، وإلا إذا سأل الطالب، سأل المتعلم عن سؤال وأجيب بأنه أجابه الشيخ بأنه لا يعلم، ليس عليه في ذلك حرج، وإنما المقصود هو أن يسأل من أجل التخطئة ومن أجل التنقص. كذلك من الأسئلة المنهي عنها هو السؤال عن المسائل قبل أن تقع، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قام وخطب في الناس فقال إني أحرج عليكم أن تسألون عما لا يكون، فإن لنا فيما كان شغل، يعني نهى أن يسأل عما لا يكون من المسائل. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سأله رجل عن مسألة فقال أكان هذا؟ قال لا، قال دعوه حتى يكون. وثبت هذا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر أنه قال لا تسألوا عن الأمر حتى يكون، فإني سمعت عمر يقول أن من سأل عما لا يكون فإنه ملعون. وقد أنكر بعض الأئمة على بعض من اشتغل بالفقه وتوسعة الرأي وتفريع المسائل وذكر المسائل الفرضية، يقال فإن حصل كذا فحكمه كذا، وذموا بعض الأئمة الكبار على هذه المسائل، وهذا لأن هذه المسائل لم تحصل فلا ينبغي التكلف لها، التكلف في الإجابة عنها. ولهذا كان بعض الصحابة وبعض السلف إذا سئل عن هذا يقول دعوه حتى يحصل فنتكلف للإجابة عنه، فكانوا يكرهون الأسئلة عن المسائل التي لم تحصل في الناس. ومن صورة هذه المسألة أن بعض الناس الآن يسأل عن مسألة فيوجه لشيء، يقال له افعل كذا، يقول فإن لم يحصل كذا. مثال ذلك أن يقول والدي يأمرني بكذا وهذا الأمر فيه مخالفة، فيقال له اصبر على والدك وداره ولا تطعه في المعصية، فيقول إن لم يرضى والدي. فهو لا ينبغي، لأن الإنسان قد يبتلى، أنت لماذا تقدم الشر؟ لماذا لا يعني تمتثل ما أمرت به؟ فإن هذا فيه خير وبركة. والإنسان قد يبتلى بكثرة سؤاله، فإنه إذا أحسن الظن في ربه عز وجل واتقى الله عز وجل فإنه يوفق ويعان. ولهذا من سأل عن شيء فأجيب فلا ينبغي له أن يتكلم، كما حصل من بني إسرائيل عندما أمروا أن يذبحوا بقرة فما زالوا يسألون عنها حتى انحصر الأمر في بقرة واحدة عند رجل، فطلبوا منه أن يبتاعوها منه فلم يبيعها عليهم إلا يقال أنه بوزنها ذهب. وهذا كله من التشديد على النفس، لأنهم أمروا أن يذبحوا بقرة، فلو ذبحوا بقرة لتحقق الأمر بذبحهم لهذه البقرة. فكذلك إذا طلب من الإنسان شيء ليس له أن يتنطع ويتكلف ويقول إن لم يحصل كذا فما أفعل، وإن قلت كذا ولم يستجب لي، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستجيب للتوجيه وأن يجتهد، فإذا حصل بعد ذلك شيء آخر فإنه يسأل عنه في حينه. هذا في بعض صور الأسئلة. كذلك من الأسئلة المحرمة الجدل، سؤال المجادل الذي يسأل من أجل أن يظهر ما عنده من الباطل، كسؤال أهل البدع لأهل السنة، وسؤال بعض المنحرفين لبعض أهل العلم من أجل أن يظهر ما عندهم من الشر والبدع، فإنه لا يجوز، هذه الأسئلة لا تجوز. وكذلك السؤال عن الشبه في حضور الناس وفي الملأ فإنه لا يجوز، لأن السؤال عن الشبهة قد يسأل العالم عن الشبهة فلا يستطيع الإجابة عليها، فتبقى هذه الشبهة في قلوب من سمع ذلك السائل عندما يسأل عنها. ولهذا الذي ينبغي ومن أدب طلاب العلم إن سألوا عن الشبهة
أن يكون فيما بينهم وبين من يسألونه من أهل العلم، لأنهم إذا وجدوا إجابة فالحمد لله، وإن لم يجدوا إجابة فإن هذه الشبهة تبقى مقتصرة على نفسه لا يسمعها غيره، فإن الشبهة إذا سمعها الناس علقت في قلوبهم، فقد يجاب عنها وقد لا يجاب عنها وتبقى في النفوس، وقد يجاب عنها إجابة غير مقنعة، فيكون على ذلك السائل إثم بسبب ورود هذه الشبهة في قلوب الناس وعدم خروجها من قلوبهم. هذا فيما يتعلق بالأسئلة المحرمة المنهي عنها. وأما الأسئلة لطلب العلم وللانتفاع والاستفادة فإنه لا بأس بذلك، ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول، أي أنه كان يكثر من الأسئلة حتى ينتفع. ولهذا قال الحافظ ابن رجب والناس في هذه المسألة على طرفين ووسط، فذكر أن منهم من كان يسأل سؤال التنطع والتكلف، قال وقد ذم بعض الأئمة بهذا الذين يسألون عن المسائل قبل أن تقع. ومن أهل الحديث قال من كان يمسك عن السؤال، حتى إن بعضهم كان ينقل الحديث وهو لا يعلم معناه ويستحي من السؤال أو يظن أن السؤال لا يجوز فيبقى يكون حاملا لهذا الفقه وهو غير فقيه. قال والفقهاء المحدثون هم الذين حفظوا الأحاديث ونقلوها ورووها وتفقهوا فيها وعرفوا معانيها، فهذا هو الذي ينبغي أن يسأل عن العلم، فلا حرج على الإنسان أن يسأل عن معنى آية أو عن معنى حديث أو عن الحكم في مسألة أو عما يجب عليه أن يفعله، أن يسأل عن تفاصيل هذه المسألة حتى يعلم الحكم فيها، وإنما السؤال هو عن تلك الصور المحرمة التي تكون فيها مؤاخذة الشرعية. كذلك لا ينبغي أيضا الاستحياء عن السؤال، إذا كان هناك سؤال مما يستحيا عنه بحكم الفطرة وما فطر الناس عنه عليه فإنه يجب السؤال، يجب على الرجال وعلى النساء جميعا السؤال، ولا حياء في الدين أن يسأل عن السؤال، ولكن يكون بأدب ويكون في مكان مناسب يليق بالمكان، فإنه لا ينبغي لبعض الأسئلة أن تلقى في ملأ، وإنما يسأل عنها في مجالس خاصة حتى يحصل النفع بها. قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي أنهم يكثرون سؤال الأنبياء ويختلفون عليهم ويحصل لهم تنازع ويحصل لهم تفرق بسبب كثرة هذه الأسئلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه هي الصورة الثانية من صور المسائل التي تعرض الناس، السؤال الأول ما سكت عنه فلا ينبغي التنقيب عنه، والصورة الثانية ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب هو أن يجتنب، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في بعض الروايات وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي كونوا في جانب وهو في جانب، وهذا مبالغة في البعد عن الشيء، ما قال اتركوه قال فاجتنبوه، أي كونوا في جانب وهذا الشيء المنهي عنه في جانب آخر. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو ما ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ويدخل في هذا ما نهى الله عنه في كتابه، لأن المقصود هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، سواء ما نهى الله عنه في كتابه أو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والعلماء اختلفوا في النهي، هل يقتضي التحريم أو أنه قد يحمل على التنزيه، والخلاف مشهور بين أهل العلم. ولا شك أن الاحتياط في كل ما بل المتعين في كل ما نهى النبي صلى الله عليه كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب، لأنه إما أن يكون محرم فاجتنابه واجب، وإما أن يكون مكروها فاجتنابه متابع عليه، فينبغي أن يؤخذ بما وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بقي هناك صورة وهي ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضرورة من شرب الخمر، وكذلك أكل لحم الميتة لمن أشرف على الموت ولم يجد
ما يسد به رمقه إلا من الأمور المحرمة فإن هذا مباح، ولكن هذا على خلاف الأصل. وأما إذا جاء الأصل فإنه لا يجوز لمسلم أن يأتي شيء مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما في حال الضرورة فإن القاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات، فإذا وجدت الضرورة صنع، ولكن الأوامر والنواهي هنا في غير ضرورة، في غير ضرورة، عندما لا تكون هناك ضرورة لا يجوز لمسلم أن يرتكب شيئا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا دليل على أن الاجتناب مقدور عليه، هذا دليل بمفهوم المخالفة على أن الاجتناب مقدور عليه. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله عز وجل لا يكلف المسلم إلا ما في وسعه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فدل هذا على أنه من وسع الأمة، دل على أنه من وسع الأمة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه دل على أن هذا الأمر لا خيار فيه، وإنما الواجب هو اجتناب هذا الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن تجنب المحرمات قد يقول البعض أنه غير مقدور عليه أو أنه غير مستطاع، كما يقول بعض من يشرب الدخان الآن أو يداوم على بعض المعاصي يقول لا أستطيع أن أدع هذا الأمر، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الاستطاعة على قسمين، استطاعة هي مناط التكليف وهي التي تقوم بها وهي التي تتحقق بها العبادة وهي الشروط في العبادات، ولهذا قيدت الأوامر بالاستطاعة فهي مقيدة بالاستطاعة. وأما المحرمات فإن تجنبها من باب الترك وليس فيه فعل، ولهذا لم يقيد بالاستطاعة، لأنه ليس هناك فعل فتشترط له الاستطاعة، وإنما هو الترك. وأما الاستطاعة التي يقصدها بعض هؤلاء وهو أنه لا يوفق لتركه ولا يعان على ذلك، فهذا من سبب بسبب الذنوب وبسبب عدم التوفيق، فإن الإنسان قد يريد الخير ولا يوفق إليه، وقد يريد ترك المعصية ولا يوفق لذلك، وهذا بسبب ذنوبهم. ولهذا إذا اتقوا الله عز وجل، ولو اتقوا الله عز وجل ودعوا الله وتوكلوا عليه واستقاموا وأطاعوا الله عز وجل فإنهم سيوفقون لترك هذه المحرمات بلا شك، لكن العبرة بالتوفيق. فالاستطاعة هنا التي يقولونها ليست هي الاستطاعة المعتبرة في الأوامر، كما قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن المعاصي من باب تجنبها من باب الترك وليس هناك فعل، فيجب على كل مسلم أن يتجنب المعاصي وأن يتركها وأن يقرع عنها، لأنه لا فعل لها حتى يشترط له الاستطاعة. وأما من يقول لا أستطيع فهو إما أن يقصد الاستطاعة التي هي مصاحبة للعمل وهي التي يقال أنها سبب التوفيق، وهذه غير معتبرة عند أهل السنة في العبادات، ولهذا قال العلماء لو كانت الاستطاعة المصاحبة للعمل معتبرة في الوجوب وفي اشتراط الوجوب لما كان الحج واجبا إلا على من حج، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فلا يكون مستطيع إلا من أدى الحج، فلا يكون الحج واجبا إلا على من حج، وهذا الكلام باطل. وإنما الاستطاعة المذكورة هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الزاد والراحلة، وهو أن يملك النفقة، فهي الاستطاعة التي تقدم العمل وتكون قبل العمل. وأما الاستطاعة المصاحبة للعمل فهي من باب التوفيق، فإذا مكن الإنسان من العمل فليس هناك إلا التوفيق، فمن وفقه الله استطاع العمل ووفق له، ومن حرم التوفيق فإنه مخذول بسبب ذنوبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو النوع الثالث وهي الأوامر. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم امتثاله بالاستطاعة، قال فأتوا منه ما استطعتم. وهنا مسألتان، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة امتثال الأوامر على الاستطاعة، وهذا يدل على أنه
إن لم توجد الاستطاعة فيسقط الوجوب. إذا لم توجد الاستطاعة فيسقط الوجوب. ولهذا قال العلماء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فإذا وجد العجز فإنه لا واجب على من عجز عن هذا العمل، وليس المقصود أنه لا واجب بالكلية، لا واجب على من عجز عن العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا أن نترك العمل كله، وإنما قال فأتوا منه ما استطعتم. فمن عجز عن شيء من العمل فإنه مأمور بأن يأتي من العمل بما يستطيع حتى تتحقق له البراءة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وإذا أمرتكم بأمر فإن لم تستطيعوا فدعوا، وإنما قال فأتوا منه ما استطعتم. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم ليس على إطلاقه، فإن هذا إنما هو في حق بعض العبادات التي يتصور فيها أنه يؤدى فيها بعض الواجب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم ذكر العلماء قياسا على ذلك قالوا فإن لم يستطع صلى إيماء. كل هذا بحسب الاستطاعة. فالأصل في الصلاة الواجبة أن القيام ركن من أركانها، وأنه لا بد أن يؤدي الصلاة الواجبة قائمة، لكن إن عجز عن هذا صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه. قال العلماء فإن لم يستطع صلى إيماء، إذن هنا لم تسقط عنه الصلاة، وإنما انتقل في الوجوب مع هذا الرجل إلى ما يستطيع، فأصبحت هذه الصلاة التي يؤديها هي صلاة مقبولة قد أداها بحسب استطاعته. كذلك من صور هذه المسألة من وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو لغسله، فإنه يغسل ما استطاع وما تمكن من هذا الماء ويتيمم عن الباقي، وهذا هو الذي يستطيعه. وكذلك من كان عليه شيء من الحقوق من نفقة أو غيرها فإنه ينفق بحسب استطاعته، ينفق بحسب استطاعته ولا يترك النفقة لأنه لا يجد النفقة الكاملة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كانت العبادة لها تعلق وأنها لا تقبل إلا جملة، ولآخرها متعلق بأولها ولا تقبل ولا يقبل جزء منها، فإنه لا يقال يؤدى منها ما استطاع. مثال ذلك الصوم، فمن كان يستطيع أن يصوم نصف النهار فلا يقال له صم نصف النهار وهذا ما استطعت من الواجب ويكون صيامك صحيح، وإنما يمنع من الصيام. إذا لم يستطع أن يصوم اليوم كله فإنه يرخص له في ترك الصيام في ذلك اليوم ويصوم في يوم آخر يقضي صيام ذلك اليوم إن كان واجبا. إذن ليس كل عبادة. كذلك الصلاة، من قال أنا تشق علي الصلاة الرباعية أن أقوم لها، يقال له اجلس وصلي جالسا، لكن إذا قال لا أستطيع أن أكمل 4 ركعات فإنه لا يمكن أن يقال له صلي ولو ركعة واحدة، وقد يرخص له أحيانا بالقصر. وأما أن يصلي ركعة واحدة فإن الصلاة لا تصح بهذا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم إنما هو مقيد بعبادة يمكن أن يؤدى منها البعض وتكون مقبولة بذلك. وأما إذا كانت العبادة مرتبط بعضها ببعض فإنه ليس له أن يدخل في العبادة. مثال ذلك من دخل في الحج ولم يدرك عرفة، فإنه باتفاق العلماء فإن هذا الحج غير صحيح، وإنما يجب عليه أن يعيد هذا الحج إذا كان بفريضة، ولا يقال أنه لم يستطع فهو اتقى الله بحسب ما استطاع وذهب إلى مكة لكنه لم يدرك الوقوف بعرفة، فهو معذور إن كان تأخره هذا وعدم إدراكه لعرفة بعذر فهو معذور في هذا، وله أن يتحلل بعمره، ولكن لا يقال أن هذا الحج أنه أداه بحسب استطاعته، أو يقال له إن لم تدرك الوقوف بعرفة فافعل ما استطعت من بقية المناسك، لأن الحج تتعلق أحكامه بعضها ببعض ولا يمكن أن يكون
الحج صحيحا حتى تؤدى في جميع المناسك، إلا في بعض الصور المعينة كترك واجب فإنه يجبر بدم، أما ترك الأركان فلا بد، فإنه لا يكمل العمل ولا يصح الحج إلا به. وعلى هذا فمن استطاع، من ترك شيئا من الأركان وأمكنه بعد ذلك أن يؤديه كطواف الإفاضة أو السعي، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى مكة وأن يؤدي ما ترك من الأركان، ولا يجبر بدم ولا بغيره. إذن هذا في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، أن في ذلك تفصيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، هذا لأن العبادات من باب الفعل والأوامر هي من باب الفعل، ولأن الناس قد يعجزون عنها، ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، ولم يقيد ترك النواهي بالاستطاعة، لأن تلك من باب الترك وهذه من باب الفعل. ثم ينبغي أن يعرف معنى الاستطاعة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. فما هي هذه الاستطاعة؟ هذه الاستطاعة هي التي دلت النصوص عليها، وأن المسلم إذا أدى العمل يؤديه بغير مشقة ولا كلفة، أما إذا كان يؤديه بمشقة وكلفة بالغة قد يتضرر بها فإنه غير مستطيع. مثال ذلك، من استطاع أن يصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يختم صيامه من غير نقص ولا تفريط، ولكن هذا يؤدي لضرر بالغ، فإنه لا يقال أن هذا مستطيع، لأن المقصود بالاستطاعة ليس هي الاستطاعة والقدرة على العمل في ذلك الوقت. أو كالذي يقوم في صلاته لكنه يخشى أن يسقط ويغمى عليه ويصاب بمرض شديد، فهذا لا يقال أنه مستطيع، لأن المقصود بالاستطاعة هو تأدية العمل من غير كلفة ولا مشقة. وهذا الأصل مبناه على الأصل العظيم وهو قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالعبادة مبناها على التيسير لا على التعسير، ومبناها على السماحة لا على الكلفة والمشقة. ولهذا رخص لبعض من يظن بهم المشقة، رخص عنهم في بعض العبادات، فرخص للمسافر أن يقصر الصلاة، ورخص له أن يترك الصيام، لأن السفر مظنة المشقة، فكيف إذا كانت المشقة متحققة في مريض مثلا، أو في امرأة يعني مرضع تتضرر أو يتضرر ابنها بصيام أو بعبادة، فإن ليس لها أن تتكلف وإن كانت هي مطيقة لها ببدنها. وهذا مثل أيضا ما يقيد به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا لا يعني أنه يتمكن من الفعل بيده، فيأتي مثلا ينكر بيده، يستطيع مثلا الذي يرى المنكر أن يقوم ويضرب صاحب المنكر في السوق أو في مسجد وهو قادر أن يفعل، بل أنه قادر أن يقتل هذا الرجل، أن يستغفره ويقتله، لكن هل هذا مأمور به؟ وهل أمر أن ينكر بيده؟ فإن الإنكار باليد مقيد بالاستطاعة، والاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، ولهذا قال العلماء إنما الإنكار باليد لأهل السلطان، ومعلوم أن غير السلطان يستطيع أن ينكر بيده، أن يضرب صاحب المنكر وأن يعتدي عليه، لكن ما هي الآثار؟ الآثار تكون أنه لربما تسبب في منكر أشد، فالاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعية التي دلت عليها النصوص، لا أن الرجل قد يتكلف الأمر ويشق عليه أو يترتب على تضييع واجب آخر أو تترتب عليه مفسدة عظيمة. العلماء قارنوا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واستنبطوا من هذا السياق أن ترك المحرمات مقدم على فعل الطاعات. ذكر هذا بعض أهل العلم، قالوا والعلة في هذا أن النواهي لم تخير الأمة في شيء ولم ترتب على الاستطاعة في تركها، وأما الواجبات فهي معلقة، الأوامر فهي معلقة بالاستطاعة. وذكر بعض أهل العلم أن هذا ليس بلازم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للأمة
في ترك في فعل المأمورات، وقال وقيدها بالاستطاعة لأنها من باب الفعل، ولأن ترك المحرمات من باب الترك فلا يتصور العجز عنها. فالحكم معلق بهذا السبب لا لأن ترك المحرمات مقدم على فعل المأمورات. ثم إن بعض أهل العلم استنبط وأراد أن يقرب هذه المسألة فقال إنما تكون النواهي مقدمة على ترك النواهي مقدم على فعل المأمورات المستحبة، على فعل المأمورات المستحبة. فإذا كانت المقارنة بين ترك محرم وفعل مستحب فإن ترك المحرم مقدم، وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب واستشهد له ببعض الآثار عن السلف. ولكن الصحيح والله أعلم أن فعل المأمورات أنه أفضل ومقدم على ترك المحرمات لعدة أسباب. السبب الأول أن الله عز وجل أخبر عن أهل الجنة أنهم إنما يدخلون الجنة بأعمالهم، قال جزاء بما كانوا يعملون، وقال وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعامة النصوص التي جاءت بدخول الجنة أنهم إنما دخلوها بأعمالهم الصالحة، فالأعمال الصالحة هي سبب لدخول الجنة مع رحمة الله عز وجل. وقد يأتي في بعض النصوص أيضا أن دخول الجنة بسبب ترك المعاصي، لكن النصوص المرتبة دخول الجنة على الأعمال أكثر. هذا وجه. الوجه الثاني أنه من المعلوم المقرر أن فعل المأمورات يجازى العبد عليه بالإثابة والإحسان، وهو سبب لتكفير بعض المعاصي، فدل على أنه أنفع للعبد، وهذا بخلاف ترك المحرمات، فإني لا أعلم أنه قد جاء في النصوص أن من ترك محرما أنه يثاب عليه بفعل واجب من الواجبات، فدل على أن فعل المحرمات أن فعل المأمورات أنه يحصل للمسلم به نفعا في الجزاء عليه، ونفعا آخر بتكفير بعض الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء أيضا أن رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، وهذه كلها من باب الأفعال، فدل على أنها أنفع للعبد. مما يدل على ترجيح فعل المأمورات على ترك المحرمات أن فعل المأمور كل من فعل شيئا من المأمور فإنه مثاب إذا توفرت النية، ولا يتصور أن يكون هناك فعل إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما ترك المعاصي فقد تحصل الغفلة عن ترك المعصية أحيانا، فقد لا يثاب على نية ترك هذه المعصية التي تركها إلا إذا استحضرها. هذا الذي يظهر والله أعلم في ترجيح فعل المأمورات على ترك المحرمات، والترجيح هنا في المفاضلة ولا يعني التهاون في ارتكاب المحرمات، فإن ارتكاب المحرمات هو سبب في الخذلان ولعدم التوفيق لفعل الطاعات، وبين فعل المأمور وترك المنهي والمحذور بينهما تلازم معروف. ثم إنه أيضا يقال إن هذا البحث والمفاضلة هنا في تفضيل جنس على جنس، في تفضيل فعل المأمور على ترك المحذور، وأما إذا اقترن بأحد الأمرين بعض الأمور الأخرى فقد يترجح أحد الأمرين. مثال ذلك، معلوم أن فعل الطاعات أو المأمورات أنه يتفاوت، فمنه ما هو واجب من المأمور به ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، وأن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. فلا يمكن أن يقال أن فعل المستحب أنه أفضل من ترك المحرم، ولهذا قال ابن رجب فالنصوص تحمل على هذا، أو كلام أهل العلم يحمل على هذا، والصحيح أنه لا يمكن حملها على الإطلاق، ولكن هذا الجنس قد يفضل بهذا الاعتبار، يعني باعتبار درجة الوجوب أو باعتبار درجة التشريع، فالواجب مقدم على النفل سواء متعلق بفعل المأمور أو بترك المحذور. ولهذا قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه. كذلك مراتب الوجوب ومراتب النهي متفاوتة، فلا يمكن أيضا أن يقال أن كف البصر عن بعض المحرمات أحيانا
يقال أنه أفضل من فعل الصلاة، بل إن فعل الصلاة أفضل. ولا يقال مثلا في المقابل أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من ترك الزنا والصبر عن الزنا، فإن هذا التفضيل إنما هو باعتبار بعض اللوازم التي قد تحيط بالعمل. وهذه قاعدة في المفاضلة، أن الجنس قد يفضل على جنس، جنس الطاعات، أجناس الطاعات قد تفضل على بعض، ولكن التفضيل باعتبارات أخرى أيضا له اعتبار. ولهذا قد يقترن بالطاعة ما تصبح به من أفضل العمل وإن كانت مفضولة باعتبار جنسها، كما ذكر شيخ الإسلام لما سئل عن أفضل ما يعني يقوم به الرجل الليل، قال أفضل ما تكون الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، ثم قال ولكن الرجل قد يضعف عن عمل، فيكون تكلف ذلك الرجل لعمل يعجز عنه لا ينتفع به، فيكون في حقه المفضول الذي يؤديه على وجه الإتقان أفضل من الفاضل على غير إتقان، وهذا باعتبار القدرة على العمل، باعتبار القدرة على العمل. ثم إنه قد يصحب ترك المعصية ما يصحبها من اللوازم التي إذا تركت معها المعصية رفعت العبد درجات عند الله عز وجل، وهذا مثل ما قص الله عز وجل من قصة يوسف عليه السلام في صبره على عن الزنا بامرأة العزيز، فإن ما احتفت به هذه المسألة وهذه الحادثة من القرائن من الأمور العظيمة التي يندر في مثلها أن يصبر الرجل عن هذا الأمر. ولهذا مما ذكره العلماء مما يقوي المعصية هنا أن هذه امرأة جميلة وأنها سيدة وأنها في بيتها وأنها أغلقت الأبواب وأنها هددت وأنه مكنته من نفسها وأنها تجردت له وأنه مسافر، والمسافر قد يخف عليه الأمر ولا يخشى من الفضيحة عندما يكون في بلده وغلقت الأبواب، فكل هذه الأمور مما يعني تقوى معها المعصية والدافع إليها، وهو شاب وهي امرأة راغبة فيه، فكل هذه الأمور مما تقوى الدوافع على هذه المعصية، فإذا حصل الصبر عن مثل هذه المرأة فإن الأجر عظيم ومنزلته عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، ما قال دعته امرأة لكنها امرأة لها مال ولها جمال فقال إني أخاف الله. وكذلك فيما ذكر في بعض السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كذلك الذي أنفق النفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيه من قوة الإخلاص ما يقوى به ذلك العمل. وكذلك ما ورد أيضا في الثلاثة الذين هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وذكر منهم أشيم طنزان وعائل مستكبر وملك كاذب، فإن الذنب في حق هؤلاء ضعيف، فالأشيم وهو الرجل الكبير الزنا في حقه والدافع عليه ضعيف، فإذا زنى دل هذا على سوء في الطبع وعلى ضعف الإيمان، وكذلك الملك هو وليس بحاجة إلى الكذب، فإذا كذب فإن هذا دليل على نقص، وكذلك العائل الفقير المستكبر فإن دواعي الكبر إنما تكون في الأغنياء، فإذا كان من الضعيف من العائل فإن الذنب يكون أشد، وكذلك الغني المتواضع فإن تواضعه أعظم وآجر له عند الله عز وجل لأن الدواعي متوفرة فيه. إذن قد يقترن بفعل المأمورات ما يرفعها عند الله عز وجل ويدخل بها الرجل الجنة، وقد يقتنن بترك المحرمات ما يرفعها عند الله عز وجل وقد يدخل الرجل الجنة عن معصية واحدة يصبر عنها ويحتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل. هذا ما أمكن تنبيه عليه في شرح هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.